كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير ان شاء الله. عيد سعيد عليك. على الجميع ان شاء الله. كل سنه وانت طيب. وانت طيبه ايضا. شلون اجواء العيد؟ الحمد لله بخير، نعمه فضيله. سووا لك كليتشل ولا لا هالبيت؟ والله نسوي ان شاء الله. تسوون لو تشترون؟ لا نسوي البيت. اه حلو. نشتري. انت تودي للفرن لو تعطل عن الفرن؟ لا انا من بالطبخ مال البيت. حلو. كم مره انشويت؟ ولا مره. اه عيل. انا ما اسوي. يعني تساعدون ولا لا؟ لا ما ساعدوا. بس افتح الباب الطبخ. اه بس افتح الطبخ. انعم الله انعم زين يعني روح المشاركه. طبعا. المهم ما ادينك يعني. صحيح. طبعا احنا قناه الفلوجه الفضائيه. اهلا وسهلا فيك. الله يخليك. هذه السنه الثانيه يمكن او الثالثه اني اقدم هذا البرنامج. اهلا وسهلا متابعه جانب. الله يخليك اتشرف بيك والله. تشرف شكرا. هذه قناه عزيزه على قلبي وانا احب اي التماس او اي احتكاك مباشر وين الناس هذا يشرفني. انت شرفت. فاليوم ان شاء الله تفوز وياني. راح اسالك انت اول متسابق ان شاء الله واول سؤال ان شاء الله. تفضل. واول يوم العيد ان شاء الله. اين تقع محله الحيدر خانه؟ شارع الرشيد. 100%. سمعونا سبقه الي عافيه. برافو. الحيدر خانه هي محله شعبيه قديمه في بغداد تحتل الجهة اليمنى من شارع الرشيد. ألف مبروك. شكرا جزيلا. عافية عليك. شكراً. وفزت ويانا بجائزة مقدمة من قناة الفلوجة الفضائية. كل خير عليك. شو راح تسوي بهذا الظرف؟ احكي لي. خليني اشوف اول مرة. يعني بفلوس. بفلوس. الماني اهم شيء. لا لا بالعكس الحياة مو كلها فلوس. هدايانا ناجحة. اهم شيء السعادة. اهم شيء الفلوس. ان شاء الله. لا بالعكس اهم شيء. يعني اهم شيء السعادة. اي وسيلة. هي مو وسيلة للسعادة. بس هي وسيله حتى لازم يعني لازم نحبها ونريدها لان ضروريات الحياه. بالضبط. لازم ما نقدر نعيش بلا ياها. صحيح فعلا. تشرفنا بيك. كل سنه وانت طيب. شكرا جزيلا. الله يخليك. شكرا لك. تسلمين. شكرا جزيلا.